كيف تعرفت عليها لأول مرة؟ صراحة على الفيسبوك. حلقة تترك علينا هالمرة من نوع جديد. عبالي يكون في عنا فرحة ورح نفرح رح نفرح. هيدا إذا سلمت العروس من الضرب. أنت شفتيها مزبوطة بعين هيك عين هيك؟ فوتي غيري الميك اب، عملي معروف. حلي مشكلتك مع زوجك وبرجع أنا بكمل. ما تحكي لي بهالطريقة، ما خصك وما خصك. ترك علينا مع محمد قيس يوميا خلال شهر رمضان الكريم 7 المساء على MTV.